كيف كان لها أن تعرف؟ عندما رأت يوهانا عينيه الصافيتين الزرقاوين وضحكته الرقيقة، عرفت أنها وقعت في الحب. إنها ليمار قد ظهر في حياتها بشكل غير مسبوق ومذهل. يوهانا ممرضة سويدية رائعة الجمال تعيش في إحدى ضواحي ستوكهولم، بلاد متقدمة ثرية جدا، لكنها باردة كالثلج، باردة بشكل مجازي وشكل حرفي فعلا. الجليد يحيط بالبيوت ويحيط بأعصابك وقلبك. هنا لا يوجد شيء اسمه حب، لا يوجد شيء اسمه دفء. يمكن للفتاة بسهولة أن تجد علاقة حيوانية عابرة وتشارك غريبا مسكنه أو مسكنها لأيام، لكنهما يعرفان أن كل شيء سينتهي سريعا. وهكذا تتلخص كل عواطف الدنيا في شهوة عابرة تزول سريعا. هكذا كانت يوهانا، وهكذا كانت حياة يوهانا. كان هذا أحد أيام يناير، لا بد أنه يناير فعلا. ابتاعت العشاء لنفسها ثم عادت بالقطار إلى بيتها الجميل الصغير في الضواحي. أولجت المفتاح في باب الشقة بأصابع متجمدة ودخلت، وضعت الطعام في الميكروويف، بدلت ثيابها. هنا بدأت تتوتر، هي أغلقت نور الصالة قبل مغادرة المنزل، فلماذا هو مضاء؟ هل بلغ بها السهو هذا الحد؟ أم أن هناك من أضاء النور فعلا؟ أمسكت بسكين المطبخ في وضع التهديد، وبدأت تزحف كثعبان خارجة من مكمنها. هناك وقفت وظهرها للثلاجة وراحت تلهث، التوتر يقتلها، دقات قلبها مسموعة لكل من هو أصم. يوهانا الحسناء في لحظات صعبة. كل هذا ليس حقيقيا، سوف تكتشف بعد قليل أن هذا وهم أو كابوس، لكن هذا كله حقيقي. إنها ملقاة على الأرض، وقد قام أحدهم بلي ذراعها خلف ظهرها، وهناك من يضع نصل سكين على عنقها، وقد طار السكين الذي في يدها. كان يهمس بما يشبه فحيح الأفعى. هيا ستكونين فتاة عاقلة، لن تصرخي، قالت شيئا على غرار لكن يدا حازمة قبضت على شعرها وضربت رأسها في الأرض. كانت تبكي من الذعر، هذا لا يحدث لها حقا. يمكنها أن تدرك أن هناك رجلين، رجلين شرسين تفوح منهما رائحة التبغ والعرق. كان هناك بيت سهل الاقتحام، وتصادف أن هذا بيتها. لا فرصة أمامها، إنها كقطة صغيرة في يديهما. قال الأول وهو يلهث انفعالا: انجولف، ابقيها حيث هي، يريد البحث عن طعام في هذا المطبخ. هيدفيج، هذا ليس وقت الأكل. الطعام أولا، ما من جائع يقدر على عمل شيء. كانت ترتجف وتبكي، ومن الغريب أن الخاطر الذي يضايقها الآن هو حذاءهما القذران في مطبخها والتهام الطعام الذي أعدته لنفسها في الميكروويف. غريب ما يمارسه المخ البشري من ألعاب. هي موشكة على الموت مع ما هو أسوأ غالبا، وبرغم هذا عقلها يفكر في الطعام. لاحظت كذلك في محنتها أن اسميهما غريبان غير معتادين. الأسماء السويدية غريبة كلها على مسامعنا، لكن يجب أن تكون أذنك سويدية كي تميز الأسماء الغريبة. بالنسبة للغربيين لا مشكلة في أن يحمل مصري اسم حرفوش، لكنه غريب جدا بالنسبة للمصري. سمعت صوت ذلك الرجل يدخل المطبخ بينما كان المدعو إنغولف يمرر أنامله على شعرها ويقول بصوت مبحوح: شعرك جميل وناعم ونظيف. لو تحرقت لمزق النصل عنقها. فجأة شعرت بأن النصل يبتعد عن عنقها، ولم تفهم ما يحدث إلا عندما سمعت صوت التلفزيون يتهشم. رفعت رأسها في ذعر لتجد أن من هاجمها قد طار ليسقط فوق المنضدة التي عليها التلفزيون وسقط أرضا. من الغريب أنه لم يبدو قويا كما ادعى، لقد تهاوى أرضا كرقاقة ابتلت بالحساء. من المطبخ اندفع رجل فظ ضخم الجثة، استنتجت أنه هيدفيج. كان يحمل عصا حديدية ويصيح في وحشية، وهوى بالعصا
على رجل قوي البنية وسيم يبدو كأبطال القصص المصورة، لكن هذا الأخير تلقف العصا بقوة ثم مد ساقه ليتعثر هيدفيج، وعلى الفور حمله من كتفيه كأنه كيس غسيل متسخ وطوح به في الجدار. طاخ! هذه المرة لم تعد هناك تساؤلات كثيرة. من يرتطم رأسه بالجدار بهذه الطريقة؟ مائت لا محالة. أخيرا استطاعت أن ترى منقذها. هذا هو لقاؤها الأول مع هاليمار الشاب الذي يبدو كأنه جاء من عالم الأساطير. هتفت من بين دموعها ورجفتها: من أنت؟ من أنتم؟ قال في رفق: أنا أدعى هاليمار. لا شك أنك تعرفين الآن معسكر الأخيار ومعسكر الأشرار، تعرفين من في صفك ومن ضدك. لا تخشي شيئا واعتبري نفسك محظوظة. ثم هرع إلى باب الشقة ففتحه، اندفع الهواء البارد للداخل وقال لها: اطلب الشرطة، لقد تسلل هذان وهاجماك. كنت أنا مارا وسمعت صراخك فاقتحمت المكان وفتكت بهما. هذا ما حدث فعلا. لا، لم يحدث هذا فعلا. أرادت أن تقول له ذلك، لم يكن الباب مفتوحا، فكيف دخلت أنت وكيف دخل هذان؟ كادت تسأله أكثر، لكنه مد يده بالهاتف لها وقال في إلحاح: افعلي ذلك الآن، أعتقد أن واحدا منهما على الأقل قد مات. كانت في حالة من الضبابية وقد تفككت أفكارها في كل صوب، لا تقدر على جمع هذا كله، لكنها بطريقة ميكانيكية اتصلت بالشرطة. ما بعد هذا كان شبيها بهذيان طويل، استجواب وصور وتحقيق، وكان رأي رجال الشرطة أن هذين الوغدين وجدا بيتا مفتوحا فاقتحماه، ووجد امرأة وحيدة فهاجماها. لولا هذا الفتى الشهم لانتهى أمرك. لكنها كانت تدرك يقينا أن منزلها كان مغلقا وأنها لم تفتح أي باب أو نافذة. كيف دخل الجميع؟ كان هذا لقاؤها الأول مع المحارب ذي الخوذة. الآن يذوب الثلج ويسري الدفء في العروق. الآن صار لكل شيء مذاق مختلف، والحياة أجمل، والأطفال أروع، والغد واعد بكل شيء. لقد احتل هاليمار كل شيء في حياتها، الفارس القادم من أساطير الفايكنج القديمة، وبالفعل هاليمار معناها بالسويدية الفارس ذو الخوذة. ألا يبدو غريبا أن مهاجمها كان اسمه إنغولف ومعناها ذئب الآلهة؟ لقد استطاع الفارس ذو الخوذة أن يذبح ذئب الآلهة كما هو واضح، وبالطبع انتقل ليعيش في دارها. نحن نتكلم عن السويد هنا طبعا، حيث ينظرون للأخلاقيات بشكل مختلف. سألتني يوهانا إذ جلسنا في تلك الكافيتيريا المطلة على الشارع: أنت لا تصدق ما أقول. قلت لها في هدوء بعدما أخذت رشفة من القهوة: ليس قبل أن أراه. ليس من السهل أن تصدق كل هذا الكلام الفارغ عن الأرض الغارقة. أنا لم أصدق حرفا، لكن ما تفسير كل هذا الذي حكته لي وهي ترتجف؟ أولا، هو لم يكن يأكل تقريبا، هذا شيء مقبول، ولربما كان شاعريا كذلك. من الجميل أن تلقى الفتاة رجلا لا يملأ بطنه بالطعام ويتجشأ. هذا رجل نادر يجب ألا تتركه الفتاة. طريقة ظهوره الدرامية ألا تجدها غريبة فعلا؟ غريبة بحق، لكن ما أدراني أنه ليس لصا، اختلف مع رفيقيه إذ تسلل رجلان للبيت، فلماذا لا يتسلل رجل ثالث؟ لماذا لا تتسلل كتيبة من الجيش الصيني؟ وعندما كان يطبخ الطعام معي في مطبخي وسقطت السكين العملاقة من الرف عمودي على قدمي لتخترقها وتمزق أنسجتها، هل تذكر ما فعل؟ راح يمرر كفه على الجرح البليغ، يمرر ويهمس بشيء ما، وهنا فوجئت أن الجرح قد اختفى تماما. سألته عن هذا الذي حدث فقال إنها حيلة قديمة تعلمها، على قدر علمي لا توجد أي حيلة تغلق الجروح. كل هذا جميل، ولكن ماذا عن لعب الورق معي حيث يبدو كأنه يرى كل أوراقي؟
يقول إن ذاكرته حديدية، لم تذهب معه للبحر قط، لكن لو فعلت لذهلت من براعته في السباحة، يسبح كالحيتان أو أفضل. طيلة الوقت يلمح إلى سر رهيب يخفيه عنها. ما هو بالضبط؟ معظم حياتها معه كانت تشعر أنه سوبرمان بشكل أو بآخر. تذكرت كلارك كنت والصحفية المشاكسة لورا لين وكيف كانت تشك في أنه وسوبرمان نفس الشخص. كل هذا كان يشعرها أن لديه قوى غريبة. هذا ليس مجرد بشري متميز، هذا كائن آخر. ثم جاءت الطامة الكبرى عندما كان يأخذ حماما. تأخر كثيرا بالداخل فظلت تنتظر، ثم نادته في رفق لم يرد. رفعت صوتها أكثر فلم يرد. هكذا أزاحت الباب الزجاجي المنزلق. كان نائما أو ميتا، راقدا في مغطس الحمام ووجهه بالكامل وأنفه تحت مستوى الماء. لا توجد فقاعات تتصاعد من منخريه. كاد قلبها يتوقف. لقد مات. سمعت كثيرا عن الحوادث المماثلة. صرخت ومدت يدها تحيط بعنقه. هنا انتفض، نهض فاتحا عينيه وجلس في المغطس وثبت للخلف مترا، بينما هو ينهض من المغطس فاتحا كفه بما معناها: اسمعيني أولا، ليس الأمر كما تظنين. الماء يسيل من جسده كأنه وحش بحري أفاق فجأة. صرخت في هستيريا: أنت لست كائنا بشريا. من أنت؟ أنا هاليمار الذي تحبيه. بل أنت الشيطان. وقف أمامها، لف خصره بالمنشفة ثم أطرق للأرض بينما الماء يقطر منه، وقال: لست الشيطان، تأكدي من هذا. وإن كنت أعترف أنني أتمنى لو كنت بذكائه وحيطته، لقد تصرفت بحماقة. إذن؟ أخذ شهيقا عميقا ثم قال: هل سمعت عن الأطلانتس؟ في ذلك الوقت كنت في هلسنكي في بعثة قصيرة من بعثاتي ما بعد الدكتوراه بوحدة أمراض الدم بكلية الطب، وقد كسبت أصدقاء كثيرين هنا، فهم قوم ظرفاء برغم انطباع البرود الذي تشعر به لأول مرة معهم. لكن سمعتي كطارد أشباح هاو تسربت إلى الناس هناك. طلبوا مني ضحكين تقديم محاضرة قصيرة عن خبراتي في عالم ما وراء الطبيعة. لم تكن محاضرة بالضبط، بل هي أقرب إلى دعابة طريفة، وقد ألقيتها في قاعة الاستماع بالمستشفى، وأعتقد أنها كانت مسلية، وتلقيت تصفيقا حار. لكن دعني أقول لك إنهم لم يصدقوا حرفا. يوهانا كانت هناك وسط الجلوس، وكانت تجيد الإنجليزية، لذا سمعت كل حكاياتي عن الزومبي ومصاص الدماء والفجوات بين عالمين و. هكذا حزمت أمرها. بعد انتهاء المحاضرة اقتربت مني وقدمت لي نفسها وطلبت أن نجلس في كافيتيريا قريبة. لديها مشكلة، لديها أسئلة، لديها حيرة لا تنتهي. هاليمار، من هو؟ هكذا سردت علي القصة التي سمعتها أنت، قالت لي. كان هذا أحد أيام يناير، لابد أنه يناير فعلا. بلا 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 بلا. رجل قوي البنية، وسيم يبدو كأبطال القصص المصورة، إلخ. وقال لي: هل سمعت عن الأطلانتس؟ هناك في المقهى كنت أحتسي القهوة وأنظر لعينيها الواسعتين وأفكر. بدت لي القصة عجيبة فعلا. عسير أن تصدقها. إن موضوع الأطلانتس محبب لدى كتاب الخيال العلمي، لكنك لا تلقى كل يوم من يزعم أنه جاء من أطلانتس. الاحتمالات: 1- الفتاة حمقاء. 2- الفتاة كذوب. 3- الرجل كذوب وهذه دعابة قاسية. 4- كل هذا حقيقي وأنا لا أفقه شيئا. لو كانت الأطلانتس خدعة كبرى، فإن ذنبنا يقع على رأس أفلاطون الذي وصف تلك القارة عام 350 قبل الميلاد. قال إن يونانيا عظيما اسمه سولون زار مصر وعرف من الكهنة هناك قصة هذه القارة. لقد وصف لنا كم كانت الأطلانتس ثرية متقدمة قوية عسكريا، وكيف سيطرت يوما على أوروبا كلها. وقال إن الشعب الوحيد الذي هزمها كان اليونان،
ثم بعد الهزيمة، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، حدث زلزال أو شيء ما وغاصت أطلانتس في المحيط. وقد استشهد الرجل بكلام الكهنة المصريين الذين عاشوا قبله بمئتي عام. الحق أن أفلاطون وصف أطلانتس بالتفصيل الممل، وقال إنها مليئة بقنوات الماء وفيها نظام ري متكامل يسمح لأهلها بجني محصولين في العام. هناك نقطة ضعف في هذه القصة، لأن الفراعنة كانوا ثرثارين يحكون عن كل شيء، فلماذا لم نجد سيرة أطلانتس فيما بقي من نقوشهم وآثارهم؟ هناك من قالوا إنه لم يحدث زلزال ولكنه استخدام قوتها بشكل خطأ، وهناك من قالوا إن السبب هو التحلل الأخلاقي، بهذا يكون ما حل بها شبيها بما حل بسدوم وعمورية. لا أعرف كيف يؤدي التحلل الأخلاقي لفناء قارة، لكن هذا ما قالوه. على كل حال يقول مارسيلوس إن الناجين من أطلانتس فروا إلى غرب أوروبا. نسى العالم الأسطورة حتى العام 1882 حينما ظهر كتاب أطلانتس العالم الموغل في القدم، كتبه أمريكي عضو سابق في الكونغرس اسمه أغناتيوس دونيلي. وقد ملأ الكتاب بالهراء على غرار أن أطلانتس كانت مكان جنة عدن، وإن أهلها أول من ابتكر الحروف الأبجدية، بل زعم أن ملوك أطلانتس هم الذين اتخذتهم الشعوب القديمة آلهة. وما زال بعض الناس يعتقدون أن الإنسانية بلغت الكمال في ذلك العهد ثم انحدرت إلى ما نحن فيه. نصابة أخرى اسمها هيلينا بلافاتسكي أعلنت أن أهل أطلانتس جاءوا من قارة أخرى هي ليموريا، وزعمت أنها عرفت هذه المعلومات من كتاب مخفي في التبت اسمه كتاب ديزان. مؤخرا أعلن خبير روحاني اسمه إدغار كليس أنه دخل سجلات الأكاشية وزار أطلانتس، وقال إنها انهارت بسبب انفجار ذري، وحدد موقعها قرب جزر الباهاما. أغلب الظن أن أطلانتس كانت في المحيط الأطلنطي فعلا. قال أفلاطون إنها كانت موجودة في المحيط الأطلنطي غربي أعمدة هرقل. بلغتنا الحالية نقول أنه كان يتكلم عن مضيق جبل طارق. أنت تعرف أن الإغريق كانوا يعتقدون أن قبضة هرقل صنعت ثقوبا في الجبال في هذه النقطة بالذات. على الجانب الآخر هناك من يلاحظون كيف أن الهنود الحمر يشبهون الهنود في آسيا، من ثم يعتقدون أنها هجرة تمت عبر البحر، وأن أطلانتس كانت هي الجسر الذي تم بواسطته هذا العبور، وهذا يعني أنها كانت في المحيط الهادي. آخرون يعتقدون أن أعمدة هرقل التي وصفها أفلاطون إنها لم تكن إلا مضيق البسفور أو مضيق سردينيا، هذا يجعل مكان أطلانتس في تركيا أو سردينيا. هناك رجل متحمس تملأ آراءه الإنترنت متأكد أن أطلانتس كانت في بوليفيا. باختصار، هل هي موجودة فعلا؟ وإن كانت موجودة فأين هي؟ ولماذا فنت؟ قلت للحسناء يوهانا حتى لو وجدت أطلانتس فعلا، فمن قال إن أهلها بيننا أو أحياء؟ قيل أن سكان القارة فروا إلى غرب أوروبا، لكن لا يمكن البرهنة على ذلك. قالت وقد تسعت عيناها الساحرتان. أنت لا تصدق إذن؟ لو صدقت الفتاة كل رجل يقول لها إنه من أطلانتس فلن يبقى عندها وقت كاف لأي شيء آخر. وتلك الظواهر الغريبة، أنا لست حمقاء. هناك أشخاص يمتازون عن سواهم، رأيت من يأكل نصف ثور أو يجر شاحنة بأسنانه أو يأكل الزجاج. لا شك أن حبيبك هذا مختلف، لكن من قال إنه من أطلانتس؟ ظلت تنظر لي في عناد، فقلت لها اسمعي، لا بد أن أقابله. وهل تعتقد أنه سيتكلم معك بهذه البساطة؟ المفترض أصلا أنني لم أقل لك حرفا. هذا صحيح، لن أقابله لأسأله مساء الخير يا سيد. فتاتك قالت إنك من أطلانتس، فهل هذا صحيح؟ وأتوقع أن يضحك ويقول فعلا جميل أن أعرف أنك عرفت قصتي إلى آخره.
لكني قدرت أنه من أصعب الأمور في العالم أن تحكم على رجل إن كان جاء من أطلانتس أم لا من دون أن تقابله. كان دامع العينين وهو يجلس جوار المدفأة ويتأمل اللهب، ابتلع ريقه وضغط أكثر على كوب الشراب الدافئ بين أنامله وقال: هناك أشياء لا يمكن أن تلمي بها أو تفهميها، لن أحدثك عن حضارة الأطلانتس ولا تقدمها، تلك اللمحة التي وصلتكم بشكل ما عبر كتابات الأقدمين، هذا شيء يصعب فهمه، لاحظي أننا نتكلم عن 9 قرون قبل الميلاد تقريبا، لكن التقدم العلمي كان يحمل معه عيوبه الكامنة، لقد استطاع ذلك المجتمع أن يدمر نفسه، بدأت الزلازل والصدوع وأدركنا أن القارة ستزول عما قريب، هنا خطر لعلماء القارة أن يستخدموا علمهم المتقدم في فتح عالم مواز لهذا العالم، عالم فر له الجميع، قال بعض المؤرخين إن قوم أطلانتس نزحوا إلى غرب أوروبا، والحقيقة هي أن مدخلنا الرئيس يقع في شمال أوروبا، حيث ما تدعونه اسكندنافيا، ولهذا نتكلم لغتكم، بل إن أسماءنا قريبة منكم جدا، وهكذا عندما فنت أطلانتس للأبد وغابت تحت أعماق المحيط كنا نحن قد صرنا في أطلانتس أخرى في عالم لا ترونه أنتم، يشبه الأمر الزجاج المطلي من جهة واحدة، أنتم ترونه سطح مرآة، أما نحن فنراه زجاجا شفافا، هكذا نتابع حياتكم بالكامل وأنتم لا تشعرون بنا، ونجيد لغتكم، عدة أجيال عاشت وترعرعت وماتت بهذا الشكل، لقد فانت أطلانتس لكن أهل أطلانتس لم يفنوا. نظرت له عاجزة عن معرفة ما تصدقه وما تنكره، الأسهل أن تنكر كل شيء، وهل يتوقع منها أن تهز رأسها موافقة؟ فقالت له في حذر: أمثالك ممن يقولون هذا نائمون الآن في المصحات العقلية حول العالم. هز رأسه وابتسم كمن اعتاد هذه الشقوق، وبعد قليل أردف: اللصان اللذان اقتحما شقتك هاربان من أطلانتس، وجدا فجوة جاهزة سهلة فاجتازاها، وتصادف أن كانت الفجوة في شقتك، وكان علي أن أعبر خلفهما وأظفر بهما قبل أن يفتكا بك، إن لنا قدرات جسدية هائلة اكتسبناها مع الوقت، أنت رأيت بعضها كما رأيت أن الشقة كانت مغلقة بإحكام، فكيف دخلنا إن لم يكن عن طريق الفجوة؟ والفجوة تخرج من لجين مرآة على فكرة. في خبث تساءلت: لم تقاتلوا سوى بالمدي والعصي، يصعب علي أن أتخيل أمة بلغت من التقدم الذي تصفه وتحارب بهذه البساطة، توقعت شيئا كمسدسات الليزر أو بنادق أشعة كونية. لا يمكن عبور الفجوة بأسلحة متقدمة. نظرت له في عينيه وقالت: ولماذا لم تعبر الفجوة عائدا؟ رفع خصلات شعره المبتلة عن عينيه وقال: لأنها انغلقت من خلفي ولا أستطيع فتحها لأعود، أليس هذا واضحا؟ أما السبب الثاني فهو أنني وقعت في الحب. حكى لها الكثير عن أطلانتس الجديدة، صار بوسعها أن ترى كل دقائق ذلك العالم، ترى الميادين الواسعة التي تتوسطها تماثيل عملاقة، ترى الجسور العلوية المحيطة بالتماثيل، وترى النار العملاقة المشتعلة ليل نهار في ساحة المدينة الرئيسية، ترى قنوات الماء في الشوارع، وترى موكب زوارق الكهنة التي تعبر النهر عند الغروب، ينثرون على الناس أزهار الرثيرة التي تشبه الفراشة. إن أطلانتس قارة تقارب الصين من ناحية المساحة، وبالتالي ليست كبيرة جدا كقارة، هذا العالم الخلاب يوجد معنا في نفس المكان والزمان، لكن له بعدا آخر يصعب تخيل هذا، لكن تذكر أن إذاعة لندن وإذاعة صوت العرب موجودتان في نفس الحيز الأثيري، فقط لكل منهما تردد مختلف. حكى لها عن الأهازيج الليلية وعن موكب الحاكم وعن سباق العشاق بين أشجار المنادو، كل من يمسك بفتاة هي له زوجة،
بشرط أن تقدم له زهرة ريثيرا، حكى لها عن الأمراض التي قهروها والتقدم الذي بلغوه، ولكن الحنين ما زال يراود هؤلاء القوم لقارتهم التي ضاعت، وما زالوا يهبطون إلى قاع المحيط ليشاهدوا الأطلال الحبيبة. هناك أناس في هذا العالم جاءوا من أطلانتس الجديدة، لا يمكنك أن تعرفيهم لأنهم اندمجوا في من حولهم، لكن لو دققت النظر لوجدت أنهم أقوى ممن عداهم، أذكى ممن عداهم، أجمل ممن عداهم. عندها سوف ينتابك الشك، قال لها وهو يتأمل وجهها الصبوح. أحيانا أحسبك جئت من هناك ونسيت ذلك، لقد فقدت الذاكرة، لكنك تنتمين لعالمي. وكانت الدعوة، سوف يجد الفجوة من جديد وسوف يفتحها ويعبر، وقتها يريد منها أن ترحل معه. سوف يتم هذا قريبا جدا، يجب أن تتخذ قرارها بسرعة. في يوم بارد غائم دعتني إلى شقتها، لم يكن هاليمارو هناك لأنه كان يتسوق، قالت لي إنه عائد بعد ساعة. اتفقنا على أني صديق مصري ولا أعرف شيئا عن الموضوع، سوف أسأله بعض الأسئلة وأحاول أن أتصور الحقيقة، وللأسف هو لا يتكلم الإنجليزية وأنا لا أتكلم السويدية، لكنها ستحاول أن تنقل كلامنا لبعض. هو بيت جميل صغير في الضواحي، يحوي الكثير من الجمال، لكنه كذلك يحوي الكثير من الوحشة والرهبة. لا أحب كثيرا أن أمضي ليلتي في مكان كهذا، قالت لي وهي تنزع معطفها. سأعد لك شرابا، يمكنك أن تجلس وتستريح. أريد بعض الشاي، الكثير من الشاي. ورحت أفرك أناملي المتجمدة، ثم سألتها عن مكان الحمام، فأشارت إلى ركن من الشقة. دخلت وأغلقت الباب الزجاجي المصنفر على نفسي، ورحت أتأمل المغطس. هنا كان نائما، ثم سقط رأسه تحت الماء، فلم يمت. هناك صيدلية صغيرة ذات مرآة، الطراز الذي تغلقه لتجد مسخا يقف خلفك في أفلام الرعب المعتادة. فتحت الصيدلية ورحت أعبث، هناك حشد ممتاز من العقاقير النفسية، مزيلات اكتئاب، كلوربومازين، مشتقات البنزودياسين. هذه صيدلية جديرة بمصحة نفسية، الفتاة مخبولة حتما، إنها تتلقى علاجا عنيفا. أغلقت الصيدلية حائرا. عندما خرجت من الحمام تلصصت قليلا على المنزل، هناك نافذة صغيرة تطل على حديقة خلفية يغطيها الثلج، هناك باب غير مغلق يؤدي إلى قبو، هناك باب خلفي يمكن فتحه بسهولة. من قال إن هذا البيت محصن؟ أي شخص يمكنه الدخول في رأيي؟ عدت لغرفة الجلوس الدافئة لشرب الشاي الساخن، وتظاهرت بأنني لم أفتش مسكن الفتاة جيدا. أسئلة عديدة في ذهني، الفتاة تعاني أمراضا نفسية، هذا واضح، صحيح أنها متماسكة ويمكن أن تخدعك، لكن من يتعاطى هذه الأدوية سواها؟ لاحظ أنها ممرضة وقادرة على الحصول على هذه العقاقير، من الممكن كذلك أن يكون الفتى هو من يتعاطى هذه الأدوية ما دام يقيم في الدار معها. الاحتمال الأول، الفتاة مخبولة والرجل لا وجود له، أو هو موجود لكنها لفقت قصة أطلانتس هذه، ربما لأنها منبهرة به. الاحتمال الثاني، الرجل كاذب أو مخبول. لاحظ أن التسلل للبيت ممكن، أنا نفسي أستطيع التسلل في أي وقت للداخل برغم افتقاري للياقة. إذن هي تهذي بصدد كون البيت محصنا، وهؤلاء نبتوا من الداخل، ربما هو أنقذها من اللصين فعلا، أو كانت هذه لعبة مدبرة، إن رأسي يوشك على الانفجار. لكن الاحتمال الأول قد ألغي أو ألغي نصفه، الفتى جاء بالفعل في هذه اللحظة عائدا من جولته، دخل البيت ليجدني، إذن هو موجود مبللا، والثلج يغطي كتفيه وسترته وقلنسوته، وكيس المشتروات في يده، ينزع قفازيه لاهثا وهو ينظر لي في دهشة. وسيم فعلا، قوي البنية، لكنه وسيم على الطريقة السويدية، أي أنه أشقر شاحب بارد كالثلج كتماثيل المتاجر. جوتنات فيم إي ديو جودنات. هنا كانت الفتاة قد ظهرت فاحتضنته ودفنت رأسها في صدره وتبادل بعض الكلام باللغة السويدية.
بدا لي منظرهما أسطوريا، كأنهما محارب فايكنج وحبيبته على ظهر سفينة. برغم هذا لم أعد أتحمل أكثر، لا أطيق من يفترض في الغباء. قلت لها: أرجو أن تنقلي له كلماتي، لا أصدق حرفا مما حكاه لك. المنزل مليء بالمنافذ التي يمكن اختراقها. هذا الفتى يعبث بك، أو أنت تكذبين بصدد خرافة أطلانتس. نظرت لي في حيرة ولم تترجم، لكن الفتى التقط كلمة مريبة في كلامي فعاد يردد: أطلانتس؟ أطلانتس؟ ثم نظر لها ودارت محادثة غاضبة. أمسك بكتفيها وراح يهزهما بقوة: المعنى واضح كما أعتقد، من هذا الحيوان الأصلع؟ وكيف حكيت له ما دار بيننا؟ ثم عاد ينظر لي في مقت. قالت الفتاة باكية: يقول إن الرجلين قاتلان من أطلانتس. هناك ثغرات عندي، كيف مثلا يداوي جرح قدمه الذي أحدثته السكين؟ لو كانت قصة الفتاة صحيحة فهو خبير في خداع البصر، وأنا لا أملك أي تفسير. قلت من جديد: وأدوية الاكتئاب والشيزوفرينيا في الصيدلية، الكلوربروميزين والديازابين، هل هي لك أم لا؟ هي له، إنه مضطرب نفسيا منذ جاء لعالمنا. من جديد التقط اللفظتين الغريبتين، فنظر لي ولها واتسعت عيناه. واضح أنها أخبرتني بكل شيء. لقد صار وجهه نموذجا للمقت والصدمة والإشمئزاز. راح يردد وهو يتراجع للخلف: أنتارين إيكلارا، أنتارين إيكلار. لم أفهم. في اللحظة التالية اندفع إلى الحمام بسرعة البرق وأغلق الباب خلفه. قالت لي الفتاة: قال إن المدخل صار مفتوحا. أي مدخل؟ هنا سمعنا صوت فوم، صوت يشبه صوت انفجار فرن البوتاجاج المعبق بالغاز عندما تقرب منه عود ثقاب، ثم صوت وش عاليا جدا. هرعنا إلى الحمام، سبقتني هي وفتحت الباب، ثم إنها استدارت لي في كره وانهالت على صدري ضربا بقبضتيها وهي تردد في توحش ووسط الكثير من البصق والسباب: أنا أكرهك، ليتني لم أرى وجهك قط. أزحتها بصعوبة ودخلت الحمام. لم يكن هناك شيء ولا أحد سوى أن المرآة كانت محطمة، لم يكن خلفها جدار صامت، بل بدا كأنها تقود لنفق أو شيء مماثل. أنتارين إيكلار، لقد انفتح المدخل، فهل قرر أنها لا تستحق أن ترحل معه؟ في الحوض وجدت شيئا، زهرة عجيبة تشبه الفراشة، لقد تركها لها كذكرى أخيرة. ترى ما كان اسم هذه الزهرة؟ بصراحة لقد نسيت. تمت بحمد الله.